أعدت الله ثلاثة عهود، ها؟ ثم مر أعدت الله ثلاثة عهود، وبعد مر الوقت ونقضت الثلاثة، أعوذ بالله. كرر ذلك ثلاثة مرات، هل علي تسع كفارات أم ثلاثة أم واحدة؟ بارك الله فيك. أعدت الله كم عهد؟ ثلاثة ثم نقضت، ثم تكرر عهد نفس الثلاثة، ثم نقضت تكرر عهد نفس الثلاثة، هل علي تسعة أم ثلاثة أم واحدة؟ عليك تسعة، لكن عليك الأول الوفاء بالعهد. هذه إذا عجزت أنت تتلاعب بدينك. صحيح، علي تسعة. عليك تسعة، ده هذا أقل ما يقال. وإلا لو كان بإمكانك الوفاء بالعهد يلزمك أن تفي به، لأن الله قال، اسمع الآية: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون ربهم أو يلقون نفاقهم وجهان بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. أسألك الدعاء شيخ. الله يهدينا وإياك يا رب.